من بدء التكوين وجد الإنسان حاله عايش بعالم من الرموز، فاعتبر آلهة بمكان معين وأسقطها ونسيها بمكان تاني، وضل عايش بين الرموز حتى أصبحت الرموز عايشة فيه. ومن هون نشأت الماسونية، جمعية سرية بنقز اسمها كتار وبيخوف اسمها كتار. ولكثير من الناس تفتح الماسونية عالم من الخيال، ولكن قليل يلي بيعرفوا عنا بلبنان. الام دي في اخترقت جدار السرية ودخلت الى مقر شرق كنعان وسألت يلي بيخطر وما بيخطر عبالكن. الماسونية موجودة بلبنان من 150 سنة. بالحرب اللبنانية عام 1975 أخذت قرار المحافل الماسونية بلبنان بإكفال محافلها حتى ما تكون إلا علاقة بالحرب اللبنانية. عام 1979 اجتمعوا أساتذة عظام ومحترمين وأخذوا قرار بإعادة تنشيط المحافل الماسونية في لبنان، وتم تأسيس محفل سموه شرق كنعان اللي أنتم موجودين اليوم فيه. من يستطيع أن يكون ماسوني ومن لا يستطيع؟ يكون إنسان راشد متعلم حر بيشتغل بيقدر يفوت على الماسونية. كل شخص محكوم عليه جناية أو عليه حكم سابق ما بيقدر يفوت على الماسونية. تتهم الماسونية بأنه هي معادية للكنيسة أو للديانة المسيحية. بالعكس، ممنوع على شخص يفوت على الماسونية إذا ما كان بيأمن، والأخص نحن بنشتغل على الطقس الإيقوسي القديم والمقبول اللي هو بيعترف بالأديان السماوية الثلاثة. فاليوم اللي كان مسلم أو كان مسيحي بنقول له في عندك كتب مقدسة، عندك اعتراض أنك تقسم عليهم؟ في طقوس أخرى يؤخذ عليها أنه تتصل بالنهاية لتأخذ الإنسان إلى الإيمان بأمور يمكن شيطانية بصراحة. هل ممكن واحد يحكي؟ أبدا، مش موجود أبدا أبدا، ولا أي محفل بالعالم ما في. ليش يهدد الشخص يمكن بده يترك الماسونية بسل اللسان إذا أفصح عن الأسرار؟ شوف، هيدي نصوص بقلب الماسونية موجودة من زمان، بس هل الرموز اللي انقالت ما شفنا ولا واحد ماسوني قطعوا له لسانه، ولا شفنا واحد ماسوني أسئت إليه الماسونية. بلبنان وبالعالم في أسماء ارتبطت بالماسونية، أشخاص، رؤساء جمهوريات، فنانين، كتاب ومفكرين. مين فيك تعدلنا منهم؟ من صبري حمادي، من كامل الأسعد، حتى رؤساء جمهوريات اللي ماتوا كانوا ثلاثة أرباعهم ماسون. الدلتا والعين والنور هن ثلاث شعارات يمكن للماسونية. في شعارات أخرى حابين نتعرف عليها وعم نشوفها قدامنا هون، ياريت فيك تخبرنا أكثر عنها. رموز الماسونية هن شغلتين، هي الزاوية إنك أنت تكون مستقيم بأعمالك بحياتك، والبكار تتوسع نشاطاتك وأعمالك وأشغالك. عنا هذا الرمز نصر برسين وعليه تاج، هذا أهم رمز بالماسونية وأعلى رمز للي هو درجة 33. ومن عالم الرموز إلى بداية العالم الماسوني اللي بيتعرف عليه الطالب مثل ما هني بيسموه، من خلال غرفة اسمها غرفة التأمل، مظلمة وما فيك ما تنقز بس تفوت عليها. بيطلع في عنا ديك دليل الإنسان تيقوم كانت سابقا من نومه ويتحضر ويروح على شغله. الماي اللي هو ضروري بالحياة، عنا الخبز اللي هو ضروري بالحياة، عنا الملح وكبريت وزيبة، عنا التراب إنه الإنسان من التراب وإلى التراب يعود، والشمعة هي نور بالحياة. عنا هون جمجمة اللي كتير ناس بيقولوا الناس الماسون بيحطوا جمجمة ويخوفوا العالم. أبدا، الجمجمة هي دلالة على المساواة. بعد هالتقرير كتار منكم عم يسألوا شو بعد فيه، يمكن بعد عندكم أسئلة، ويمكن عم تسألوا حالكم شو في ورا هالباب، كيف شكل المحفل الماسوني، شو رموزه، والغموض يلي بلف فيه شو بيدل. بكرة بالجزء الثاني رح ندخل سوا إلى داخل محفل ماسوني بلبنان. خليكن معنا وتابعونا. شرعيد ام تي في.